والآن مع مهدي شجاع متحصل على الميدالية الذهبية في البطولة المغاربية 2015 رياضة الجيجيتي. فنون دفاعية وفنون قتالية متعددة. أيوب العسكري اسمه فرالة. والآن نتغدى مع الأخوان أيوب وغفران. أيوب وغفران هما أبطال تونس كذلك 2015 حصلوا على الميدالية الذهبية كل واحد بالوزن بتاعه. تصفيق عليهم. تصفيقة كبيرة على الاستعراضيين أبطالنا.